حياكم الله مشاهدين قناة رشيد الفضائية. نتواجد الآن على جبل عرفة، جبل الرحمة، حيث الغفران والرحمة من الله تعالى واللقاء القريب مع وجهه الكريم. طبعا الأجواء هنا يعني توصف نفسها، لا داعي لأن أصفها. الحجاج يتوافدون إلى جبل للصعود لجبل عرفة، يتهيئون للقاء ربهم، يتهيئون لرفع دعواتهم وأحلامهم، يكتبون الأدعية ويقولونها هنا حيث السميع المجيب. ولكن لكي نكون أقرب من هذه الأجواء، نتحدث مع بعض الحجاج المتواجدين في هذا المكان الطاهر. بداية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون هالأجواء؟ كيف حالك؟ جميلة. جميلة؟ جميلة جميلة جدا. الحمد لله. الحمد لله. شنو مشاعرك أول ما قالوا لك أنت طلعت بالحج؟ ما تتوصفش مشاعر جميلة إنك تطلع على جبل عرفة، دي أول مرة نطلع فيها على جبل عرفة، وإن حجينا كتير قبل كده. إيش عجب ليش هالمرة جديدة يعني؟ ربك. سبحان ربك وفقنا نوصل إلى جبل عرفة. زين شنو ببالك أمنية حلم يتحقق دعاء؟ يهدي جميع الأمة الإسلام، يهدي المسلمين كلها أجمعين. الحمد لله. يهدي. الحمد لله. ويصلح أحوالهم. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يكون الدعاء. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. شلون الصحة؟ الحمد لله. شلون الأجواء؟ تمام، أجواء جميلة جدا. نعم. أجواء حلوة وسعادة ومبسوطين كتير كتير قوي إن إحنا على جبل عرفة النهاردة. أنا أول أربع مرات أحج، أول مرة أطلع الجبل، مبسوط إن شاء الله. الجماعة كلهم أول مرة يطلعون الجبل، شنو القصة؟ كنا نيجي وأول مرة نطلع الجبل، مبسوطين جدا النهاردة وصحبة كويسة وبندعي يعني الحمد لله. الحمد لله. مبسوطين الحمد بالأجواء لله. الحمد وياك لله. الأهل لوحدك؟ الحمد لله. الاهل معاك؟ الاهل معايا اختي ومعايا والدتي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله يرحمه. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الصحه؟ الحمد لله. بعد ايش قد تصير حجي؟ حجيت قد ايه؟ انت يعني وعن المصريين كلهم، كل المصريين لا تسالهم اول مره، حيقول لك قبل حجيت قد ايه؟ مره مرتين ثلاثه لا تعد، بس اعتقد جبل عرفه يعني منا من الله علينا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لا انتم اليوم مكتسحين جبل عرفه ما شاء الله. لا 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 الكل مصريين. ده توفيق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لا انا بقى دي اول مره، واول مره اطلع الجبل. انت جيتني من الاخير. اول مره حج واول مره اطلع الجبل. الحمد لله. ايوه الحمد لله ربنا كرمني. بما انه انت اول مره اكيد عندك مشاعر تختلف استثنائيه عن البقيه، شنو هي كانت مشاعرك؟ لا احساس ما يتوصفش، انت بتحج بيت ربنا لاول مره وربنا يكرمك ان انت تطلع الجبل، تعرف تقعد عليه براحتك، تعرف تدعي ربنا لابد عندك حلم معين وانت شاب يعني. والله لا بدنا نتدخل ونعرف هذا الحلم. اكتر حاجه الواحد بيتمناها ان ربنا ينصر الاسلام ويعز المسلمين. طبعا احنا هذا دعاء الكل، بس اكيد اكو ادعيه خاصه. أكيد ما تقدر تحكي بيها؟ نجح في شغلي وربنا يوفقني فيه وابقى احقق كل اللي اتمناه في شغلي وفي كاريري وفي حياتي وفي بيتي وفي اسرتي. الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يرزقك انت والاهل زياره بيته لعده مرات مثل جماعه. يا رب. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلون الاجواء؟ شنو المعنويات انت على جبل عرفه في قمه جبل عرفه؟ الواحد كانه يعني في السماء مش في الارض بصراحه. اول مره اطلع جبل عرفه. نعم. بصراحه مدى القرب من الله، مدى اني مستجاب الدعوه ان شاء الله، في ظن في الله ظن حسن، راحه ايمانيه لم توصف ولم اجربها قبل ذلك. الحمد لله. بالاضافه ان مع تقدم السن وان انت كان في اشتياق ان لطلوع جبل الرحمه فاول مره اطلعه، ففي ان القلب طاير ما شاء الله يعني. نسال الله ان ربنا يتقبل من كل الحجيج، ونشكر المملكه على حسن التنظيم، وربنا يجمع بلاد المسلمين ويقوي شوكتهم ان شاء الله. نعم. انت حاج قبل؟ حجيت قبل. زين شلون شفت الخدمات هاي السنه؟ يعني شفت الذكاء الاصطناعي شلون مسيطر على موسم الحج؟ التكنولوجيا اللي استخدمتها المملكه العربيه السعوديه بهذا الحج شنو رايك بها؟ والله اللي يكره التنظيم يبقى انسان مش جيد، لكن التنظيم شيء جيد وجميل بحيث ما يبقاش فيه انفلات امني، واتمنى ان كل بلاد المسلمين يبقى فيها التكنولوجيا ويبقى فيها التقدم ويبقى فيها الرخاء
وتسبق، لان احنا اصلا اصل العلوم التكنولوجيا من ايام الرشيد ومن ايام كل البلاد الاسلاميه اصلا ومن ايام الاندلس. انا اصلا في الاساس كنت مدرس تاريخ، فانا عارف مدى عظمه العلم بالنسبه للمسلمين والعرب، كان متقدم على الدول الاوروبيه، واحنا اللي علمناهم، ابن سينا وابن رشد وغيره من العلماء هم اللي علموا الامه كلها عندما كان العالم يتكلم العربيه. فاحنا بالنسبه لنا شيء جميل جدا ان المملكه تنظم هذا التنظيم الجيد، وان شاء الله في تقدم وازدهار هي وجميع البلاد العربيه والاسلاميه، وربنا ينصر الاسلام ويعز المسلمين، وكل عام والامه العربيه والاسلاميه بخير ان شاء الله. انا اشكرك على هذا الكلام الاكثر من رائع، شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك؟ اسمي عبد الحليم. عبد الحليم. عبد الحليم. عبد الحليم. ابو الطبري. ابو الطبري. ما شاء الله، شلون الصحه؟ الحمد لله احسن حال. ما يغركيش دقني البيضة، انا شباب الحمد لله. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يخليك. شلون هالاجواء هنا؟ شفتكم نايمين قبل شويه هنا؟ اجواء طيبة. ناويين تبقون للفجر؟ كلكم نايمين هنا. يعني شيء رائع واجواء طيبة، وبعدين اشواق جياشة. نعم. في الرحمات الجميلة دي. الحمد لله. راح تبقون هنا لأي ساعة تقريبا؟ شوية وهنمشي. خلاص أديتوا عليكم؟ ما أدينا اللي علينا، لكن يعني بنترك الفرصة لغيرنا. أما بالنسبة كنت بتسأليهم على التنظيم، فالتنظيم مش رائع، فوق الرائع بعد الممتاز. ما شاء الله. لأن لما الإنسان يستخدم طاقته ويستخدم إمكانياته. نعم. في الأعمال الجيدة بالأسلوب الحضاري، هذا يرفع من شأن الأمة ويرقي من المجتمعات العربية. فإحنا الآن يعني مفخرة لكل الدول ما يدور ويحدث الآن على أرض المملكة من تنظيم جيد، ده شرف لينا وشرف للأمة العربية. الحمد لله. وإحنا من خلال قناتكم الرشيد إحنا بنشكر القائمين على هذه الجهود، ونتمنى لهم دوام التوفيق ودوام الترقي. آمين أجمعين يا رب. شكرا جزيلا على الدعوة الحلوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تمام. شلون المعنويات؟ تمام والله. جاهز الأداء البنات؟ طبعا على كلام إخواتي وأصدقائي، وبقول إن يا رب يرد المسلمين إلى دينهم مردا جميلا، وربنا يتقبل من الحجيج حجهم، ويا رب يرجع كل الحجاج سالمين إلى أهليهم يا رب، وربنا يكرمنا ويتقبل منا وينصر الإسلام ويعز المسلمين. الحمد لله. الحمد لله. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا لكل كلماتكم الطيبة. ويا شخص عراقي، وأخيرا لقيت عراقي. الجبل كله مصري. موجودين إن شاء الله. إن شاء الله موجودين. مش عراقي ومصري، إحنا كلنا يعني كلنا دم واحد. طبعا إحنا كلنا أخوة. أن تفتخري به. إحنا كلنا أخوة، بس دا لاحظ. إحنا وهو حاجة واحدة. الله يخليك. أنا دا لاحظ تواجدكم جدا كبير يعني. بس ويا المصريين يعني هذا قصده. اي الربع يريدون يشوفون اهلهم. لاني ما فيش عراقي ومصري، احنا في كلنا. لا انا القصد شنو؟ القصد شنو؟ انه بالقناه لابد الاهالي يريدون يشوفون اهاليهم، صح ولا غلط؟ دايما انا اجيب الميكروفون وانزل انادي على العراقيين يحضروا، العراقيين يحضروا. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا، حياك الله. الله يسلمك، بارك الله فيك، الله يخليك. شو شفت الاجواء؟ والله الحمد لله اجواء زينه ومرتبه وكل شيء موجود. كل شيء متوفر الحمد لله. حضرتك جايبر لو جو؟ لا جو جو جو. زين جيت شلون يعني؟ جتك رساله لو مشتري المقعد لو شنو الوضع؟ لا حجم مجاملة. ها ايه. عن طريق ايه. ايه ايه عن طريق الدوله. زين. الحمد لله. الحمد لله والشكر. زين انا اول مره اجي للحج. هاي اول مره بس جاي يعني عده عمر. انت اول مره جيت للحج واصلا صعدت جبل عرفه؟ سبحان الله. حتى ما طبيت بالاستراحه ابد، وانا من البارحه قاعد لحد الان، وقلت اليوم هم ظل هنا بايت بالجبل. زين شو اسمه انت حط يعني لايف قناة الرشيد؟ نعم. سولفوا يا اهلك. سلم على اهلي العراقيين كلهم فردا فردا. الحمد لله. الله ان شاء الله يحفظ العراق واهله. زين. وان شاء الله يصلح بلدنا بنحو الاحسن، ونتطور ونتقدم مثل باقي الدول ان شاء الله. شلون شفت الخدمات؟ والله خدمات يعني فول. كله يستعملون كله تطبيق انترنت، يعني كانه ما تريد تطبيق ذكاء اصطناعي يعني. ذكاء اصطناعي كامل يعني بالاكل بالشرب وبكل شيء. رحت الكعبه اعتقد، رحت الكعبه وشفت الروبوتات الموجوده. تمتعنا بالعمره. نعم. من العمره للحج ان شاء الله. ان شاء الله. كله يعني موجود ومضبوط، يعني شغل مرتب. الحمد لله. ومتعاونين والله، القوات السعوديه والهذا والش اسمه والامن وكله متعاونه يعني. الحمد لله. خاصه ويا العراقيين يعني متجاوبين اكثر.
زين يعني ما في مشاكل. هم ويا الجميع متجاوبين يعني. لا اكثر شيء يعني الامارات شويه عندهم التزام بهذا الشيء. صح. زين الارشادات وهذا التوعيه. فزنا العام صحيح؟ نعم نعم. البعثه مال البعثه العراقيه فازت. اي ان شاء الله. ان شاء الله. برايك هيك؟ ان شاء الله بارك الله بكم وما قصرتوا. وانتم القناه انا ايش قد جاي عمره؟ ما شايف اي قناه موجوده غير قناه الرشيد اليوم. بس صدفة بالحج سبحان الله والله العظيم ماني موجودين من زمان ماني يعني ما شفت قبل لين انا ما جاي حج هاي يعني اول مره انت ما شفت القناه لو ما شفت قنوات لا ما شفت قنوات مو قنوات لا لا ما شفت القنوات الباقيه الحمد لله الله يمكننا ويقدرنا على نقل مشاعركم والاجواء الحلوه اللي هناك والله انا منيت ياخذكم لل يعني الكم اللي قاعدين بيه العراقيين كلهم الموجودين ان شاء الله نزوركم ليش لا ان شاء الله بارك الله ان شاء الله ما تقصرون شكرا جزيلا الله يسلمك مشاهدينا الكرام هذه هي الاجواء الكل سعيد الكل فرحان وفخور بتواجدها على هذا الجبل الكريم والشريف والمقدس سبحان الله لو ترى أن 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 المتوجهين إلى جبل عرفة صعودا ونزولا كلهم يحملون هدف معين يحققوه ويرحلون هدوء وسكينة رهيبة جدا الحمد لله سأدع الكاميرا مع الحجاج تنقل الأجواء العامة بلا تعليق صوتي
اللهم لبيك. الو قلت لك تعالي انك ما جيتيش. يا عمر ماشي البلوغ دوا وقت دخل هاي انا فوق جبل عرفه هذا والله فوق هني فوق 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 دوا عشرة بعدين جماعة الهند دايرين بيني Thank you.